إذا كنت من منتسبي شرطة دبي العسكريين أو المدنيين وترغب في تقديم طلب لاستكمال دراستك داخل الدولة أو خارجها، أو ترغب في إجازة دراسية بنظام التفرغ الجزئي، فإن إيفاد يقدم لك الخيارات التالية بعد قيامك بتسجيل دخولك إلى الموقع. أما إذا كنت ترغب بإجازة دراسية بنظام التفرغ الجزئي بهدف الحصول على مؤهل علمي أعلى، فعليك الاطلاع على شروط برنامج عدم ممانعة الذي يخدم منتسبي شرطة دبي العسكريين والمدنيين، ويتبع ذات الخطوات الخاصة بالتسجيل في برنامج استكمال الدراسة. في حال انطباق الاشتراطات على مقدم الطلب، يقوم بالضغط على زر التسجيل وتعبئة الاستمارة المخصصة بعملية استكمال الدراسة، وذلك على النحو التالي: اختيار إذا كنت عسكري أو مدني، إدخال بيانات الموظف الشخصية والوظيفية، إدخال بيانات الدرجة العلمية الحالية، إدخال بيانات الدرجة العلمية المطلوبة، إدراج المرفقات المطلوبة. يمكنك العودة إلى الصفحات السابقة أو معاينة طلبك، وأخيراً إرسال الطلب، وسيتم إرسال بريد إلكترونية لك للتأكيد على استلام طلبك.